ركزوا مع بعضنا في لقطة الهدف. عسليمة ومرحبا بالناس الكل. في حياتي مرهن كان عالم لعبية الكبار. الناس اللي تتبع فينا من مدة تعرف شنو اللي كان راينا في إلياس العاشوري أول ما طلع، واللي بعد عام الناس اكتشفته وبدأت تتفرج فيه وتقول فخر التوانسة وفخر المنتخب التونسي وملاعبي مش عادي، وإن شاء الله نشوفوه في فريق أوروبي. لكني كنت ممن بالإمكانيات متاعي، وترجعوا للفيديو اللي تقريبا عنده عام اللي تكلمت فيه على العاشوري. الكلام هو بيدو مش نزيد نحكي على محمد علي بن رمضان، اللي الناس وقت اللي انتقدته، اللي الناس وقت اللي قالت شبيه ماشي البطولة كما هذيك، علاش مخلي بطولة تونس وماشي غادي. نلقاو بن رمضان قاعد يعمل في مستوى كبير، الملاعب بساعة خليني نقول ثلاثة جمعات التالي كان مصاب وما كورش مع المنتخب الوطني التونسي بداعي الإصابة. يهبط لك اليوم في مقابلة 9 دقائق لعب، يماركي لك هدف عالمي. بالنسبة لي أنا، وكي نقول كلمة عالمي راهو مش مجاملة فيه، لي باش نحكي لك باللي ديتاي، باش نفسر لك البلاسمون نتاعو، كيفاش طلب الكرة، كيفاش خذ الكرة، كيفاش كان هو في الريسيبسيون وسجل الهدف. ثبتوا مليح في بن رمضان شنو باش يعمل، باش يعدي مليار باهي. لهنا بن رمضان يعطي باس، وركزوا مع بن رمضان كيفاش باش يعطي السوليسيون. علاش ديما نحكي ونقولوا راهو الملاعبي مش قوتك انك تعطي باس وتجبد روحك، ليه تعطي باس وتعطي معاه الحل السوليسيون. يعطي باس لزميله، شوف الخدمه الكبيره اللي خلى روحه اون بوزيسيون معناها في الكورس لهنا، ديما قعد يستنى. شوف لهنا صاحبه شنو باش يعمل، معناها خدمه تروازيام باس تك وجاي من الخلف يلقى روحه مقابل كاج ويسجل هدف. نزيدوا نتفرجوا مرة أخرى ونفهموا ونتبعوا ونركزوا في التحركات متاع بن رمضان. لو البعض يعتقد أنه بونتو عادي، لكن أعطيني البلاسمون تاع المليابي وين مشي، باس تخلص من الكرة. شوفوا لهنا في الزون متاعه، معناك خذي الزون الفيد لهنا مقابل الشبكة، باس أوريتري هدف. نحكيه على الأرقام متاعه في 9 دقائق، باسيت متاعه ريسيت عنده 6 من 7 بنسبة 86%، رقم ممتاز جدا. نحكيو على الدريبل 3 على 3، معناها نسبة نجاح في المراوغات بيتم معنى الكلمة، ومنهم المراوغة اللي جابت الهدف، اللي بدأ هو في اللقطة واللي بعد كمل اللقطة بالهدف. نجيو للدويل 3 على 4، رقم ممتاز جدا. كي نحكيو على الأرقام هذه، ماهيش متاع ملاعبي لعب تقريبا 9 دقائق. نجم نجيب لك برشا دي زيكزومبل حتى في الفريق نتاعو، عاملين نفس الدريبل نتاعو، عاملين نفس الديال ربحوهم، لكنهم يفوتوا شويه معناها في النومبر نتاع لي باس خاطر هما لعبوا اكثر دقائق. بونتو مزيان على الاخر، بونتو يزيد ياكد الفورمه الكبيره للملاعبي انه لو باش يكون مستقبل المنتخب التونسي، وخاصه اللي راهن عليه اكثر انه باش يكون عنده بالي اخر. ريت اليوم يلعب في بطولة المجر، غدوة يلقى روحه في فريق محترم في الدوري الألماني وإلا الإسباني وإلا الفرنساوي وإلا الإنجليزي، عادي جدا. لكن ديما نرجع ونحكيه على الخصال الفنية نتاع الملاعبي، يمشي أكثر في البطولة الإسبانية ويمشي أكثر في البطولة الفرنسية والألمانية. إن شاء الله يكمل على المنوال هذا، وإن شاء الله يكون هو مرآة المنتخب الوطني التونسي في الأيام القادمة. راو إذا كان مش نحكيه على المنتخب التونسي، عندك زوز ملعبية تحب ولا تكره مستوى ممتاز، إلياس الصخيري والعيدون. لكن فما ماتشوات نجم تستغنى على ملعبي وتحط محمد علي بن رمضان يكون هو مع الصخيري. إذا كان تكون أنت ذكي شوية يا جليل القادري وتخدم مخك شوية، تنجم عيسى العيدون يدخلوا للأكس، تولي في فورماسيون تنجم تلعب ب3-5-2، لكن مش المعتادة متاع 5 أكسيالات التالي، معناها نحطوا 3 اكسيالات ويلي غوش ويلي دروا يكونوا اكس سونتري، يوليو 5 في اللاكس، ونزيدوا 2 بيفوات ويزيدوا يتيحوا التالي، ومعاهم اللي نورمالمون ريليور يزيد كيف كيف يتيح التالي، والزوز اللي باش نهاجموا بهم واحد افون سونتر واحد سكوند اتاكون يزيد كيف كيف التالي، نلقاو احنا نلقاو صعوبه كبيره. اما كي تعرف كيفاش تفكر، نجمو نستخدمو اللي خلينا نقولوا النضج التكتيكي، انك انت ملاعبي يلعب لك بيفو في نفس الوقت، يدخل الاكس يولي كوم تروازيام اكسيال في الحالة الدفاعية، في الحالة الهجومية يكون مرن اكثر ويمشي اكثر فير لافون وفي الاوفنسيف وفي المركز متاعه،
واللي لهنا راهي هذه تقعد ديما حنكه الملاعبيه وحنكه المدرب، واللي انا شخصيا خليني نقولها ما عنديش فيه الثقه جلال القادري انه باش يعمل حاجه كما هذه به. هذا فيما يخص محمد علي بن رمضان. باش نتعديو نحكيو على حنبع المجبري اللي تقريبا لعب نفس الدقائق بن رمضان 9 دقائق. ثم زوز نقاط مهمين باش نحكي عليهم، باش نحكي على الصخيري وعلاقته بمانشستر يونايتد والحاجه اللي راه فيها انا، وباش نحكي زاده كيف كيف على حنبع المجبري اللي اليوم راهي مش صدفه ومش زهر ومش من فراغ. تو مليع بكاني كارتي كان متايشينو على البنك، مش على البنك، متايشينو جملة ما يعيطولوش وما يتلفتولوش جملة. فجأة حنا بعد المجبري سوى الوضعية متاعو، كي نقول سوى في الكواليس خاطر يمكن مازالت ما خرجتش في الصحافة، لكن فهموا اللي المليع على الأقل لازم يعطيوه طون دو جو باش ينجموا يقنعوه انه باش يكون موجود ان شاء الله في قادم السنوات مع مانشستر يونايتد. راهو الإدارة متاعو ما تحبش تفرط فيه، راهو لو جيت تخمم انها باش تفرط فيه نأكد لكم لا يهبط يلعب في الماتش اللي فات، ولا يهبط يلعب اليوم ضد ليفربول اللي هو ثاني ترتيب العام واللي كان متصدر في الدوري الانجليزي، وراهم على بالهمش بيه، لكنهم يعطيو فيه طون دو جو باش ينجموا يقنعوه انك يا ملاعبي يا سيد يا مواطن باش تقعد معانا وماذا بينا تكور معانا. نحكيو على الارقام نتاعو بصراحه دون مجاملات، خذي تقييم 6.3 بالنسبه لباس ريسيت، باس صحيحه على 4، نسبه 25% ضعيفه تسمى. نحكيو على دريبل، معناها تقريبا ما دخل في حتى دريبل. نحكيو على الثنائيات الارضيه، كان كسب ثنائيه واحده من 4، زياده تعتبر حاجه ضعيفه. بالنسبه للثنائيات الفضائيه كان فاز بواحده على 2، 50%. الارقام هذه بصراحه متواضعه شوي مع كل احتراماتنا للعب، لكن الكلام هذا ما ينفيش انه احنا رانا واقفين مع حنبع المجبري. راهو اليوم تحكي على فريق ليفربول، بصراحه ليفربول فريق محترم جدا. ليفربول صراحه كان غصور فريق المانيو كما حب وشته. انا شخصيا ما شفتش فريق المانيو كان ينجم يخرج بالكوره من الخلف تحت الضغط الكبير اللي كانوا مسلطينه لاعبي ليفربول. ولهنا فما ملاعب يشد انتباهي وباش نربط الكلام نتاعي بسخيري اللي هو مرابط. اليوم مرابط بصراحه مع كل احتراماتي للناس الكل، صفر اضافه في وسط ميدان مانشستر يونايتد بارابور الكازيميرو. نورمالمون في الماتش نتاع اليوم على الاقل انت اول ملاعب باش تاخو الكره من عند المدافعين باش تدور باش تلوج على اصحابك باش تخدم لي باس في لي زانترفال باش تلقى انت الحلول وتخرج بالكره تحت الضغط. الكره يلعبها الجارديان، تمشي لاكسيال يبدا يلوج على مرابط وينه متخبي وراء لاتاكونات نتاع ليفربول. معناها تصوروا الملاعب هذا قاعد يكور في مانشستر يونايتد. بار كونتر ناكد لكم حتى نجيب ان شاء الله بالفيديو نوريكم انه الصخيري وقت اللي يكون تحت الوضعيات هذه وفي الوضعيات هذه بالذات ويكون البريس عليه ولاصقينه في ظهره يعرف يخرج بالكره، والتمركز نتاعو خاصه يعرف يتمركز. اش معناها؟ معناها راه كي تطيح الكره عند لاكسيال اليسار يعرف وين يطلب، كي تطيح الكره عند لاكسيال الجوشي الدرواتي يعرف وين يطلب. معناها راهي لهنا حنكه كبيره من ملاعبي. انا شخصيا تغيظني وقت اللي نلقى ملاعبي كيما مرابط يكور في مانشستر وتيتولور ويلعب، ونشوف الصخيري اللي قاعد يكور في فرانكفورت اللي راه بصراحه ينجم يكور في مانشستر وعادي على الاخر وما هوش خير منه، وما نتصورش اللي هو ما ينجمش يعاون الفريق خاصة على الأداء الممتاز في وسط الميدان والروند مول الكبير والكونتينيتي. بسم الله ما شاء الله، إن شاء الله ربي يبقى عليه الستر. كملنا الفيديو نتاعنا، ميرسي بوكو على المشاهدة، يعطيكم الصحة، نتلقاو في فيديو جديد.